ما حكم قبيلة أو مجموعة من الناس قاعدين فوق السطح شافوا الهلال ليلة الجمعة، وجمهورية مصر العربية شافت الهلال يوم السبت؟ هل القبيلة دي تاخد بالرؤية اللي شافها بعينيهم؟ هل الشخص ياخد بالرؤية اللي شافها بعينيهم ويصوم يوم الجمعة ويخالف بلده، ولا يصوم مع البلد؟ الجواب إنه لازم يصوم مع البلد. الرؤية اللي رآها ديت معناها إن الشهر بدأ فعليا حقيقة يوم الجمعة، ولكن لم يبدأ شرعا. الشهر بيبدأ شرعا يوم ما الإمام يقول. طب إيه الدليل إن الشهر لا يبدأ شرعا غير الإمام يقول؟ 4 أدلة. طب لو هو بقى عاند وراح صايم مع رؤيته، عمل 4 مخالفات لل4 أدلة. طب أول مخالفة عملها إيه؟ أول مخالفة خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنك تصوم مع بلدك ومع رؤية إمامك حتى لو البلد اللي جنبك شافت الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك في حديث قريب. ايه حديث قريب؟ ان هو كان في الشام فصام يوم الجمعة، والصحابة اتموا فصاموا السبت، فرجع قريب قال لهم اذا ظهرت الرؤية في بلد تلزم بقية البلدان. قوم الصحابة في صحيح مسلم قالوا لا، اما نحن فلا نصوم حتى لا نراه ولا نفطر حتى نراه، هكذا امرنا رسول الله. يبقى اول مخالفة خالف امر النبي. تاني حاجة خالف امر النبي الرسول قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، قال صوموا للمسلمين كلهم بتوع الولايه الواحده، وما قالش تصوم قابلتك او تصوم بواحد لوحده. ثالث حاجه خالف اللغه العربيه، اللغه العربيه قال ابن تيميه ما سمي الشهر شهرا الا باشتهار بين الناس، ولا يشتهر يبقى ما اسموش شهر. اخر حاجه انه فتح ابواب الشر. ليه؟ لان الفساق هيستغلوا الفرصه ويسوقوا ويفطروا اخر يوم، وعشان المسلمين هيختلفوا، وفتح ابواب شر كبيره جدا، اضطر ان يصوم يوم العيد لان الشهر بتاعه ينتهي يوم بدري، ورسول نهى عن حرمة صيام يوم العيد. حرام لو شفت الهلال بعينيك تصوم، حرام صوم مع بلدك وافطر مع بلدك. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الصيام، فإنه ثروة تجعلك تتقن الفقه، وهو بسعر التكلفة. الشرح في اليوتيوب مدرسة أحمد حسني.